السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خواتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي هو الضغوطات الكبيرة على الناخب الوطني جمال بلماضي من طرف الصحفيين اللي تعرفوهم صحافة الكاسكروت وبعض قنوات الكاسكروت اللي راهي تهاجم في رياض محرز بغية إبعاده من المنتخب الوطني. ثم تعرفوا خوتي باللي رياض محرز قيمة ثابتة، رياض محرز ما يلعبش في بطولة واد كنيس، بطولة منحرفة. رياض محرز يلعب في نادي كبير، نادي معروف في يلعب في أوروبا، هو نادي مان سيتي. صحيح مر فترة، الآن يمر في فترات صعبة بسبب مدرب نتاعو وبسبب اللاعبين اللي قلت عليهم سابقا اللي تسبوا في ابعاد رياض محرز داخل نادي مان سيتي. هذه هي كما نقولوا احنا التحالفات داخل مجموعه مان سيتي. اذا خوتي هذه الصحافه تحاول باي طريقه ابعاد رياض محرز من المنتخب الوطني بعد ما كانت سابقا لو تتذكروا مع المدرب السابق رابح ماجر، لما حاولت، هي قناة وحيدة معروفة اللي حاولت تهاجم رياض محرز بالتكبر وباللي راهو إنسان متكبر ومتعالي وما يتكلمش مع الصحافة، وصوروه أنه ما يتكلمش مع الصحافة وبعيد على الصحافة ويتكبر على الجمهور وبعيد على الجمهور، رغم أن هذا الكلام باطل في العديد من الأدلة. رياض محرز لاعب محترف، لاعب جزائري موهبة، اللاعب متواضع لأقصى حد. كاين توجد العديد من الفيديوهات اللي تبين باللي رياض محرز إنسان متواضع وإنسان يحب الجمهور الجزائري وإنسان متواضع لأقصى حد، أقصى درجة، إنسان بسيط، يروح للمساجد، مسجد اللي كان في بني مسوس في تلمسان، يحضر في الأيامات تاع رمضان، يحضر تكريم حفظة القرآن الكريم. يعني إنسان متواضع، سيمباتي، متواضع الأخر، سامبل بسيط متواضع. لكن هما ماهمش بهم تواضع ولا مش تواضع، هما يحوسوا بعدوه بأي طريقة، ما يحبوش لعدة أسباب. قلنا لعدة أسباب، من بين الأسباب إنه هذا اللاعب لاعب مغترب ولاعب بيناسيونو كالعادة، الاسطوانة اللي هما اللي كسروا لنا راسنا باللي المحليين يلعبوا بالقلب والبيناسيونو ما عندهمش القلب. الشيء الآخر إنهم ما هضموش كيفاش ما يجيش يقيمهم، كيفاش لاعب ما يقيمهمش وما يقعدش معاهم وما يحاورش معاهم كيما يديروا لاعبين تاع بطولة واد كنيس، لأنه يعرف المستوى نتاعهم. غلام جاهم قالوا له راك ترجع في ليكيب دو فرانس، غلام جاهم داروا له فيلم، قعد معاه في بلاطو وتحاور معاه، داروا له فيلم. هذا باش تعرفوا مستوى صحافة الكاسكروت. هذه صحافة الكاسكروت نست سابقا لاعب اسمه بوخنشوش، مع احترامي اللاعب هذا ومع احترامي النادي اللي كان يلعب فيه، نادي العريق، نادي الألقاب، نادي شبيبة القبائل جياسكا. في النادي نتاعو بشهادة مدرب نتاعو شخصيا قال لما ولدي راه ماهوش يلعب في النادي نتاعنا، في النادي نتاعنا يعني في شبيبة القبائل، كما كان يقول المدرب راه مش يلعب وإنسان مش منضبط في لونطريمون، حوزوه جابوه للمنتخب الوطني اساسي وقالوا باللي خير من بوطالب وطيدار. ها هنا باش تفهم، تعرف كل شيء يا اخي المناصر، تعرف كل شيء كيف راه يمشي. بوخنشوش مش يلعب في الجياسكا، نحكي على الوقت اللي كان يلعب فيه في المنتخب الوطني، ما كانش يلعب في الجياسكا ويتكونفوكا ويلعب في ليكيب ناسيونال. والصحافه صم بكم عميون ما يتكلموش خلاص وما يهضروش. مام هذه القناة اللي اتهمت محرز بالتكبر ما تكلمتش خلاص على بوخنشوش كيفاه مش يلعب في النادي نتاعو ويعيطوا له تيتولار في ليكيب ناسيونال. مصالح باينة. بصح الآن تمارس في ضغط كبير على بالماضي. رياض محرز مش يلعب في مان سيتي، رياض محرز مش يلعب خلاص، رغم انه لعب بطولة كأس الرابطة، لعب مباريات في الدوري الإنجليزي، موش يلعب خلاص في النادي نتاعو. يا النادي نتاعو كون غير يلعب بنك، يونطريني بنك خير من بطولة واد كنيس.
راه يلعب في مان سيتي مش يلعب في بطولة، يلعب في الدوري الانجليزي مش بطولة واد كنيس، غير ندير هك برك ويونطريني تكفي تكفي، يونطريني برك وقاعد تكفي باش تقارن بين واحد يلعب في البطولة واد كنيس ويتدرب ويلعب مش كيما واحد كيما يلعب في الدوري الانجليزي. واضح شي امور واضحة بصح هما لا، هما قالوا لازم هذا بالماضي يشوف القضية ولازم كيفاه يدير مع محرز، لازم خطر نعرفوا احنا بالماضي انسان منضبط وانسان ما عندوش هذه كما نقولوا احنا لاعب كبير ولا، لازم يعود كومبيتيتيف وفي المنافسه ويلعب وكذا، سينو لازم ينحيه، لازم طاح في امر الواقع بالماضي لازم ينحيه، ينحيه كرد ما يلعبش خلاص، بس يلعب كاس الرابطه يلعب، كاس انجلترا يلعب، بعض مقابلات الدوري الانجليزي يلعب، سابقا كان يلعب. رانا فهمناكم السبب ابعاد محرز من تشكيله مان سيتي، المشكله الاساسيه سبب واضح بسيط قلناه هاكم وزيد عاود نقول لك، محرز تيتولار كان كان مر بدايه صعبه، من بعد بدا يتاقلم، من بعد بدا يتالق، من بعد عادي مدلي باس، من بعد عادي يسجل وبدا يبان يبان يبان، من بعد وقعت له كي نقول كيما نقولوا انقلاب، نوع من انقلاب ولا تحالف ضده، بعض اللاعبين ما عادوش يباسيو له وراوها في الاذاعات نتاعهم، ما قلتهاش انا ولا وروها الاذاعات نتاعهم، قال لك ها هو باللي يا ولدي راهم داروا عليه ما عندوش يباسيلو لي بال، ما جبتهاش من عندي. ومن بعد عرف غوارديولا باللي عاد توقع له مشاكل، زرب بعد لاعب قال لك نخسر لاعب خير من نخسر النادي كامل، نخسر الفريق كامل. اذن امور واضحه، امور واضحه، بوخنشوش سكتوا عليه وقلتوا تو فا بيان وما صرا والو، ما صرا والو، بوخنشوش خليه يلعب نورمال. مام اللي قالوا كاين اساطير اللي هضروا قالوا باللي، وكاين صحفيين قالوا باللي بوخنشوش يلعب مليح بالون، يدخل لداخل يبروفوكي يدير يدير قلبو هنا، بوسكاس تاع البرسا ولا مودريتش تاع الريال قلبو هنا فنان خلاص، يو في ليكيب نتاعو مش يلعب، في ليكيب نتاعو ما كانش خلاص، وين ليكيب نتاعو مش البرسا ولا الريال، فريق محترم وعريق على كل حال، جيسكا بصح في بطولة جواد كنيس عيطوا له تيتيلار يلعب في المنتخب الوطني ولا واحد يتكلم. إذن الحرب أصبحت واضحة، كل ما هو جاي منه ليس جزائري، مطالب هجموه، طايدار هجموه بالفوضيل، يلعب في البوندسليغا اللي قالوا له كاين جوار عندنا هنا في البطولة جواد كنيس يسجل ضد المدافعين العرس بين قوسين خير منك، ماندي كيف كيف، ماندي من احسن المدافعين في اوروبا مش غير في لا ليغا برك، ما كيف كيف قالوا له عندنا ما خير منك انا في البطولة واد كنيس مش عايجيك منها. هذا هو هذا محلبة البقرة، هذا هو اعلان اخر الزمان، اعلام اللي يفرق بين ابناء الوطن الواحد، ما تنتظر منه والو اخي المناصر، هذا هو اعلام اخر الزمان. بوخنشوش ما يتكلموش عليه، اما رياض محرز يهاجموه بشتى الطرق، اي طريقه دخلوا له في امور تاع انك متكبر وانك انك يعني متعالي متكبر، ما تهدرش مع الصحافه ما تهدرش مع الجمهور ومتكبر. ومن بعدها كي شافوها الفيلم هذا ما صلحش، دوروا الاسطوانه بدلوا النغمه قلبوها، رياض محرز مش يلعب، لازم بالماضي ما يكونفوكيش ما يعيطلوش ما يلعبش ياسر في ليكيب نتاعو، يا ليكيب نتاعو سيتي في الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات في العالم، ماهيش بطولة واد كنيس، بطولة الغبره والكوكايين والشيشه، عيب عليكم. هذا محرز منين؟ الماني ايطالي انجليزي منين؟ جزائري، افتخر نفتخر بعدنا ريا، عدنا لاعب مشرفنا، عدنا لاعب يلعب في اقوى دوري في العالم، عدنا لاعب يلعب في الدوري الانجليزي، عدنا لاعب يلعب في نادي كبير اسمه مان سيتي، احسن سفير للجزائر، عيب عليكم، عيب عيب، شويه ديروا احياء على ارواحكم، عيب. راه مش الماني ولا نفهمتكم، راه جزائري، الا بتحسبوا اللي جاي من ليه مش جزائري، هذه طامه كبرى ومصيبه كبرى، ثم لازم تكون تخرج من هنا، لازم تلعب في لاماسيا ولا تلعب في بطولة واد كنيس باش تكون لاعب مشكور
ويحبوك الناس، وخاصه من عندهم ميكيب واحده تعرفوها لاماسيا، تخرج من لاماسيا تصبح احسن لاعب في العالم، احسن لاعب في اوروبا، ما تلعبش حتى في ليكيب نتاعك بنك، نجيبوك تيتيلر تستاهل مكانه في المنتخب الوطني، بصح تكون من ليه الجنسيه تاعك مشكوك فيها، ماكش جزائري وتلعب في بطوله ضعيفه، بطوله المانيه ضعيفه، الدوري الانجليزي ضعيف، بطوله اسبانيه ضعيفه، بيتيس ضعيف، هوفنهايم ضعيف، السيتي ضعيف، لازمك تلعب تخرج من هنا تدي شهاده باللي تلعب في واد بطوله واد كنيس، وتلعب كان حبيت تزيد اضافه باش نزيدو نشكروك ونحبوك اكثر، زيد العب في لاماسيا تاع هاك تعرفوها لاماسيا الجزائر باش نزيدو نشكروك اكثر واكثر ونحبوك اكثر واكثر. هذا هو النيفو خاوتي، هذا هو المستوى، هذا محلبه البقره بالعاميه. الله غالب، ربي يقدر ساعه الخير خاوتي. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مازن من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.